وفي أخبار المحافظات، تم الانتهاء من 458 مشروع بمبادرة حياة كريمة بقرى شبين القناطر في القليوبية. كمان تم افتتاح مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بأبو تشت في قنا. كمان من الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات، تم تركيب 60 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الشرقية. أما في المنيا فتم إجراء 50,869 عملية جراحية، وده ضمن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار. وتفاصيل تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في القليوبية تم الإعلان عن آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً في مركز ومدينة شبين القناطر، وتم الانتهاء من 458 مشروع حتى الآن، وجاري تنفيذ عدد من المشروعات بنسبة إنجاز بلغت 83.3%. في الإسكندرية أكدت المحافظة أنه خلال أسبوعين تم زراعة حوالي 10,000 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، ليصل إجمالي ما تم زراعته 133,000 شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في قنا تم افتتاح مشروع المحطة الوسيطة بمركز أبو تشت ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وده في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي 2023. وتقع المحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت على مساحة فدان مخصصة لاستيعاب 178 طن مخلفات في اليوم بتكلفة إجمالية تقدر ب 7,664,000 جنيه. في الشرقية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه مستهدف توصيل مياه الشرب بالمجان ل2000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفقاً لضوابط ومعايير من أجل وصول الدعم المستحقين، وأنه تم الانتهاء من توصيل 60 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مركز ومدينة أبو حماد. في الغربية نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة لقرية سجين الكوم مركز قطور لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، ونظمت جامعة طنطا أيضاً قافلة شاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لقرية بلاي بمركز السنطة، وشهدت القافلتين توقيع الكشف الطبي على 2,254 مواطن. في الدقهلية انتهت مديرية التربية والتعليم من تدريب 568 معلم على مدار يومين على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني، وده اللي اكسبهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني بمراحلها المختلفة. في شمال سيناء شهدت المحافظة افتتاح مقر الغرفة التجارية بمدينة العريش بعد تجديدها وتطويرها وتجهيز المبنى بكافة الأجهزة الحديثة للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة. في المنيا أعلنت مديرية الصحة عن إجراء 50,869 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وده بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.